ثاني، كيف حالكم اليوم؟ بدنا نكمل يا ماما عن درس العصفور المغردو. احنا حكينا الحصة الماضية، قرأناها وحكينا شو الفكرة الرئيسية منها، واليوم ما بدي اشرح القواعد ولا اشي. رح نشرح عن القواعد ولا المعاني ولا شيء. اليوم بس بدنا نرجع نقرأ الدرس كمان مرة ونشوف شو هي الفكرة اللي فيه ونحل اسئلة الاستماع، مشان بكرة بحصة المايكروسوفت تيم بدي منكم يا ماما انه نتدرب على القراءة مشان تقرأوا لي اياها بكرة بحصة المايكروسوفت تيم اللي هي الحصة المسائية. فبدي أبعث لكم، طبعا في برنامج جديد للحصص راح أبعث لكم إياه لأنه تغير التوقيت بالنسبة للعربي والرياضيات والإنجليزي. فبدكم تدربوا لي على القراءة يا أمي، عشان بكرة بدي أحط أنا علامة على القراءة نتدرب عليها اليوم بالبيت للساعة لما تيجي ساعة الحصة، تمام؟ بعدين بدنا نحكي شوي بالحصة عن كل القواعد الواردة بالدرس والمعاني ونفسرها كلياتها. اليوم بدنا نقرأ فقط زي ما حكينا الدرس، مراجعة سريعة، ونقوم بحل أسئلة الاستماع بصفحة 48. حكينا إحنا درس المقصود العصفور المغرد، وحكينا الحصة الماضية شو يعني العصفور، اللي هو الطائر. المغرد هي الأصوات الجميلة اللي بيصدرها العصفور، هو صوت العصفور زي ما إحنا حكينا تغريد العصفور. خلينا نقرأ الدرس كمان مرة. العصفور المغرد. سار ليث وغالب وثامر في بستان، سمعوا عصفورا يغرد على شجرة. حكينا كان ماشي ليث وغالب وثامر في البستان، سمعوا عصفور بيغرد وين؟ على الشجرة. قال ليث ما أجمل تغريده. حكى ليث يا الله ما أحلى تغريده، ما أحلى صوته. قال غالب انظر، طلع إنه على ذلك الغصن، هو واقف على هذاك الغصن. تناول ثامر حجرا، مسك في إيده ثامر حجر وأراد أن يرمي بها العصفور. حكى أنا بدي أورجيكم هلا بدي أرمي العصفور في هذه الحجرة. قال ليث هذا جزاء تغريده. حكى ليث هذا جزاء تغريده، هذا جزاء إن هو عم بيعمل إشي منيح، عم بيغرد لنا، هذا جزاء المكافأة الحسنة تبعته. خجل ثامر، استحى ثامر من حاله ورمى الحجرة على الأرض، ترك الحجرة ووقعها على الأرض. توقف يستمع إلى العصفور، وقف صار يسمع للعصفور، ثم قال بعدين حكى ما أجمل صوته، إنه يا الله ما أحلى صوته. يسرني أن أسمع غناءه، أنا كتير رح أكون مبسوط إذا ظليت أسمع غناءه. ولن أرمي عليه حجرا بعد الآن، من هون ورايح ما رح أرمي عليه حجر، لا اليوم ولا بكرة ولا لبعدين ما رح أرمي عليه حجر لأنه عجبني صوته. حكينا المقصود يا ثاني بهاي الفكرة أو القصة الواردة بالدرس أو العبرة اللي أنا بأخذها من الدرس، هو أنه أنا ما بصير لما أشوف حدا مو عامل إشي، حدا بحاله سواء كان كائن حي سواء كان حيوان سواء كان إنسان شو ما كان، ما بصير أنا أبلش فيه وهو مو عامل لي إشي، حرام ما بصير. هو مكافأته لأنه كان بيغرد بصوت جميل أني أنا أروح أضربه بالحجرة، فهذا لا يجوز، ما بصير أنا أأذي غيري وغيري ما بيكون عامل لي إشي. وحتى لو هو عامل لي إشي، أول إشي في ربنا موجود، ربنا بيسامح، سواء كان في المدرسة في معلمة موجودة بيجي بتحكي لها، سواء كان أنت مع عائلتك الماما والبابا موجودين نحكي لهم، ما بصير إحنا نأذي. ربنا ما خلقنا مشان إحنا نأذي بعضنا، بالعكس خلقنا مشان نكون كلنا أصحاب مع بعض وتكون المحبة موجودة بيناتنا. خلينا نحل صفحة 48 أسئلة الاستماع. طبعا أنا بدي إياك ماما تنقلها على دفتر الاستماع، أنا مخططت لك إياها هون على الأرقام، هلأ بنحلهم مع بعض وأنت تنقلها زي ما إحنا تعودنا بالصف على دفتر اللغة العربية حل أسئلة الاستماع. أين سار ليث وغالب وثامر؟ وين صاروا؟ سار ليث وغالب وثامر في بستان، مشيوا في البستان. هيها رقم واحد، هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا تناول ثامر حجرا؟ ليش أخذ ثامر في إيده حجرا؟ تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي بها العصفور. ليش مسك الحجرة؟ مشان يلعب فيها، لا مشان يرمي فيها العصفور. هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، ماذا قال له ليثون؟ شو حكى له ليثون؟ هذا جزاء تغريده، قال ليثون هذا جزاء تغريده. جواب السؤال الثالث، حكى له هذا جزاء انه هو عمل اشي منيح وغرد لنا. السؤال الرابع، ماذا فعل ثامر بعد ان رمى الحجر؟ ثامر شو عمل بعد ما رمى الحجر؟ هي هون حكى لي انه خجل ثامر ورمى الحجر على الارض،
شو عمل بعد ما رماها؟ هيا توقف يستمع إلى العصفور وقال: ما أجمل صوته، يسرني أن أسمع غناءه ولن أرمي عليه حجرا بعد الآن. هذا جواب السؤال الرابع يا ماما. زي ما حكيت لكم نتدرب على القراءة مشان بكرة بحصة مايكروسوفت تيم راح نقرأ الدرس كله، وبعدين راح نحكي شوي عن الأفعال، نلخصها، نحكي عنها، نشوف أهم الأفكار والقواعد الواردة بالدرس.